جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول نويت الحج، فهل يجوز أن أذهب وحدي أم لا بد من وجود محرم؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من وجود محرم في الحج وفي غيره من الأسفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. ولما أراد رجل الغزو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، مما يدل على اشتراط وجود المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها. فإذا استطاعت الحج ماليا وبدنيا ولكنه ليس له محرم، فإنها لا تباشر الحج، وإنما تؤخره إلى أن تجد المحرم. فإن أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها.